السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي صوفيا معاكي. اهلا بيكي. لو اهلا بيكي حبيبتي، لو سمحتي كنت عندي لي حلمين عاوزه احكيهم. قلت اول ممكن بس لو انت جنبك حاجه تلفزيون او حاجه ممكن توطيه. اتفضلي. ماشي. اول دايما بحلم بأمل في راسي واللي بسرحه وينزل واموته. انت انسه ولا متجوزه ولا ايه؟ لا انا. قد ايه سنك؟ 18. طيب تمام. تاني حاجة بصي، هو في فيلم جنبك ابيض واسود شغال، ممكن نبعد عنه؟ تمام. اتفضلي. تمام. طب خلينا افسر لها قبل ما توطي طب خليكي معانا لحد ما توطي التلفزيون. بصي، البنات اللي في سنها خروج الحشرات من شعر الرأس ده الحمد لله زوال أذى، لأن الشعر ده مناط الجمال، مناط الجمال بيلفت الأنظار، فمعنى كده إنها كانت شوية أمراض عارضة ولكن ربنا عفى عنها منها بما إنها سرحت. التسريح ده إن شاء الله زوال الهموم دي والمشاكل، لو ما كانش فيه أمراض يبقى فيه مشاكل نفسية. فخلي بالك، مش كل ذو نعمة محسود، أي حد عنده نعمة يا ريت ما يتبهاش بيها، وعن تجارب يعني ما يتبهاش بيها، لأنه فعلا فعلا بتتخطف منه بسبب العين.